أهلا بكم إلى التقرير الاقتصادي. قالت هيئة النزاهة إن كلفة أهم المشاريع الاستثمارية المتلكئة بمحافظة النجف تبلغ ملياراً وربع المليار دولار. وأضافت الهيئة أن مجموع المشاريع الخدمية المتلكئة في المحافظة بلغ 240 مشروعاً، منها 104 مشاريع ممولة مركزياً، من ضمنها 45 مشروعاً توجد فيها مخالفات مالية وإدارية، أبرزها مشروع تأهيل وتبليط أرصفة شوارع بقيمة 22 مليار دينار. وأبرز المشاريع الاستثمارية المتلكئة مشروع قطار المونوريل وإنشاء مجمع سكني يضم 2200 وحدة سكنية. أظهرت بيانات البنك المركزي العراقي ارتفاع قيمة مبيعات العملة الأجنبية في المزاد المنعقد اليوم إلى أكثر من 160 مليون دولار، وبلغ سعر الصرف 1190 دينارا لكل دولار في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفا، بالإضافة إلى شركة تحويل مالي واحدة. وأضاف البنك أن المبيعات المنفذة هي نتائج يوم غد، مبيناً أن إجمالي البيع الكلي بلغ أكثر من 185 مليون دولار. وأوضح المركزي العراقي أن حجم المبالغ المباعة لتعزيز أرصدة المصارف في الخارج بلغت قيمتها أكثر من 160 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي النقد المبيع 480 ألف دولار. اختتمت بورصة العراق جلسة تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسبة 0.5% عند مستوى 488.68 نقطة، رابحا نحو 0.25 نقطة. وتم التداول على أسهم 23 شركة بارتفاع أسهم 107 شركات وانخفاض أسهم 4 شركات، فيما استقرت أسهم 9 شركات وسجلت قيمة التداولات أكثر من نحو 267 مليون دينار، بينما بلغت عدد الأسهم نحو 527 مليون سهم بعدد صفقات بلغت نحو 192 صفقة. قالت وزارة النفط إن شركة غاز الجنوب وقعت على مذكرة تفاهم مع شركة هونويل الأمريكية والخاصة باستثمار غاز أرطاوي في محافظة البصرة. وقالت الوزارة إن هذه المذكرة ستتحول لاحقاً إلى عقد يهدف إلى استثمار الغاز في 5 حقول نفطية لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات أثناء استخراج النفط وزيادة إنتاج الغاز الجاف والسائل والمكثفات وإيقاف حرق الغاز والحفاظ على البيئة. ويحرق العراق سنوياً حوالي 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصاحب لعمليات استخراج النفط الجنوبي أو جنوبية البلاد، وتتجاوز كلفتها أكثر من 15 مليار دولار سنوياً بحسب خبراء نفط. قال مصدر بوزارة التجارة في العراق إن الوزارة اشترت 60 ألف طن من الأرز الأمريكي المنشأ. كان العراق قد طرح أيضاً في وقت سابق من الشهر الجاري مناقصة محدودة لشراء كمية لم يحددها من الأرز للتوريد من الولايات المتحدة فقط. يذكر أن العراق فقد نحو 40% من إنتاجه الزراعي خلال الأربع سنوات الماضية بحسب منظمة الأغذية والزراعة، وهو ما دفع الحكومة في بغداد إلى زيادة استيراد السلع الغذائية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن وحركات السوق النفطية.
بهذا نصل إلى ختام التقرير الاقتصادي، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.